هل هي صدفة أن يكون كل ما هو جميل أنثى؟ السعادة، الكرامة، الإرادة، البهجة، الإنسانية، الكلمة أنثى، الهمسة أنثى، حتى الراحة أنثى. الأغنية التالية بعنوان تاء المؤنث، كلمات دكتور مدحت العدل، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، غناء الفنان هشام جمال، الفنان محمد جمال، والفنانة زينب حسن. الكرامة، السعادة، السلامة، والإرادة، أي كلمة، أي همسة تنتهي بتاء المؤنث يعني أنثى. ده الحياة في الأصل أنثى، مش نص الدنيا، لكن دي الدنيا كلها. أكبر أو أتوه ماليش غير حضنها، تمسح عنك عذابك وترجع لك شبابك، بدعوة حلوة تطلع من جوا قلبها. أرضنا في الأصل أم، رمز للخير والجمال، زوجة أم، بنت تضم حكايات علم وخيال. شوف تاريخ مصر شالها، غطت الأوطان بشالها، في السماء رفعت علمها كل ساعة وكل يوم. يا أمي، يا أمي، يا أمي، يا أمي. كل معنى حلو أنثى، الكرامة، السعادة، السلامة، والإرادة، أي كلمة، أي همسة تنتهي بتاء المؤنث يعني أنثى. ما الحياة في الأصل أنثى.